نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، عباد الله، قال الله عز وجل في محكم تنزيله: ألا لله الدين الخالص. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص الدين. إن هذا الأمر في كتاب الله من أعظم التكاليف والواجبات على المكلف وعلى المسلم، لا يستطيع أن يحمل ثقله وأن يعمل به إلا إذا استحضر معناه في كل حركة وفي كل تصرف في كل سلوك. إن حساب الإخلاص والصدق مع الله عز وجل في الأعمال والأقوال في كل وقت وحين من أعظم المهمات ومن أصعب التكاليف، ولهذا تتبدد أعمالنا وتضيع وتجد سبيلا للخسران والبوار وتذهب هباء، لأننا لا نحسب الإخلاص عندها ولا نقف عند مع الصدق مع الله سبحانه وتعالى عند مباشرتها. فلذلك قلت البركة، بل ورفعت وانعدمت أحيانا في كثير مما يدور بنا وما يصدر عنا، وضعفت أعمالنا وقلت أعمال الخير وأعمال البر والقربات، وحلت مكانها الأعمال المشينة المخزية التي تصطبغ أكثر ما تصطبغ بالرياء والشهوة الغالبة والأهواء وغيرها. فالمتأمل في الأعمال التي نقوم بها فيبحث عن الرائد فيها وعن المقصد والدافع منها، يجد هذه الشهوة الطاغية وهذا الهوى الغالب ومطامع الدنيا الزائلة وحب الصيت والثناء والمدح من الناس والعمل على مرأى من الناس، فإننا نحب الأعين أن ترانا. وجدنا هذا هو الرائد والدافع لأعمالنا، لا الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. لهذا كانت الآثار وخيمة، وكانت العاقبة والنتيجة جد مخزية وحزينة. ضاقت صدورنا، ضاقت هذه الصدور وتكدرت القلوب والنفوس وأصابها القلق عوض الإطمئنان وعوض الراحة والسعادة، لأن أكثر ما نقوم به مبني على الغش، مبني على الغش في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. ليس فيه الصفاء، ليس فيه صفاء، وليس فيه إخلاص،
ولا فيه طوية صالحة ولا فيه نية طيبة. فلما تغيب هذه المعاني عن الأعمال وعن الأقوال وعن السلوكات والتصرفات والحركات، لا شك أن الله سبحانه وتعالى يرفع رضاه، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يرفع بركته، فلا تجد إلا الجحيم والنار، لا تجد إلا العصبية والتشنج والقلق وكل هذه الأمراض النفسية التي تسكن القلوب والنفوس في زماننا. إنما سببها أن ما من عمل قدمناه لله عز وجل إلا ونريد من ورائه ثناء الناس، ولا نريد منه إلا مدح الناس. وعلى العموم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا عمل مخلص لوجه الله جل وعلا. لذلك أيها الإخوة في الله، إن الأعمال التي يدخلها الإخلاص وينتظمها المقصد الطيب، فالله سبحانه وتعالى يرفعها إليه ويرفع صاحبها، يرفع صاحبها إلى الدرجات العلى، لأن الله سبحانه وتعالى يرفع العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه كما أخبر جل وعلا. لذلك تجد الأعمال ولو كانت دنيوية محضة، ولو كانت مباحة على وجه العادة يفعلها الإنسان كالمأكل والمشرب وغيره، يرفع الله سبحانه وتعالى تلك العمل أو ذاك العمل الذي جعله العبد خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، فيجعله في العبادات المحضة. فالذي يرفع الأعمال ويحبطها ويخفضها هو الإخلاص والصفاء والصدق مع الله سبحانه وتعالى. فتلك الأعمال الدنيوية المحضة يرفعها الله بالإخلاص ويجعلها عبادة في الوقت نفسه، يخفض تلك الأعمال التعبدية المحضة، يخفضها وينزل صاحبها، لأن لا إخلاص فيها ولا نية فيها صالحة. وهكذا صار الإخلاص وصارت النية الطيبة والصدق مع الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع الأعمال ويرفع أصحابها، ولو كانت حقيرة زهيدة، ولو كانت بسيطة في أعين الناس، ولو كانت دنيوية محضة كالمأكل والمشرب أو أن يأتي الرجل شهوته، ولكن يريد من وراء ذلك الله عز وجل والدار الآخرة، فالله يرفع تلك الأعمال. وقد يقدم العبد صلاة وزكاة وحجا وإنفاقا وإعانة للناس، ويسعى في التضامن ويسعى في التكافل، ويظهر الجود والإحسان للغير، ويدخل في كل أبواب الخيرات، إلا أنه لا يريد وجه الله عز وجل، فإن الله يحبط عمله ويجعله من الأعمال التي تعود على صاحبها ليس فقط هباء منثورا كما أخبر الله عز وجل، بل تعود عليه بالبوار والخسران، وتعود عليه معصية، رغم أنها عبادة محضة إلا أنها تنقلب معصية يعاقب عليها يوم القيامة. فرب عمل دنيوي، عمل دنيوي يخلص فيه العبد فينقلب عبادة يؤجر عليها العبد يوم القيامة، ورب عمل أخروي يفتقد للإخلاص والصدق فينقلب عقوبة وينقلب معصية يعاقب عليها العبد يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يسلم يعني أعمالنا من الشرك ومن الرياء. فهذا الذي تظهر آثاره، هذا الذي تظهر آثاره ليس على العبد فقط، وإنما تظهر حتى مع علاقاته مع الناس. فإن الشرك بالله وعدم الإخلاص مع الله سبحانه وتعالى يؤثر سلبا حتى على العلاقات في العائلة
ومع الأقارب ومع الإخوة والأصدقاء ومع الجيران، ويؤثر حتى في بيوت الله سبحانه وتعالى. فأكثر الخصومات والتنافرات والأدواء والآفات التي تجدها بين المسلمين، لو راجعوا أنفسهم لوجدوا أن أعمالهم كلها الدافع فيها ليس وجه الله سبحانه وتعالى، فعادت عليهم بهذه الآثار السلبية وبهذه النتائج الوخيمة المخزية. نسأل الله السلامة والعافية. وإلا فانظروا كيف يفعل الله سبحانه وتعالى بعباد قدموا أزهد الأعمال، كأن يسقي الرجل كلبا كما مر معنا، دائما نذكر بهذه الأعمال التي تدخل الجنة وتكسب مرضات الله سبحانه وتعالى، رغم أن هذا العمل لو وضعته في موازين أعمال أهل الدنيا لرأيته لا شيء لا شيء، ولكن عند الله سبحانه وتعالى يربيه للعبد كما يربي أحدكم فلوه، فيأتي يوم القيامة فيجد الحسنة كالجبال، حسنة واحدة كالجبال. هذا الرجل الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، أو الشاب، وفي رواية امرأة سقت كلبا فنظر الله عملها، لأنها رحمت هذا الكلب الذي كان يأكل الثرى من شدة العطش. كلب يأكل تراب المشمخ من شدة العطش. جاءت هذه المرأة الباغية، امرأة فاجرة، امرأة سيرتها ما هيش مليحة، وانظروا هذا المرأة نظرا تاع المجتمع لها قاسي جدا، اسمحوا لي بالتعبير هذا باش نفهموا هذه القصة الطيبة. حتى هذه المرأة في المجتمع بلا كانوا ينظروا لها نظرة حقيرة، لأنها امرأة باغية فاجرة ما عندهاش قيمة حتى في المجتمع نتاعها. ولكن لما ساقت كلبا رأته يتضور عطشا وظمأ يأخذ الثرى والتراب المبلل من شدة العطش، نزلت البئر ونزعت حذاءها أو موقها كما جاء في الحديث، فملأته ماء وصعدت وأعطت الكلب يشرب، فلما شرب الكلب هذا الله سبحانه وتعالى غفر لها ذنوبها وأدخلها الجنة بسبب عمل بسيط. ولكن هذا العمل البسيط من ورائه رحمة، من ورائه نية صالحة، من ورائه مقصد طيب، من ورائه الدار الآخرة، وجه الله سبحانه وتعالى، وما أعظم وجه الله الكريم. فلذلك مع هذه العظمة التي في قلبها لله سبحانه وتعالى، هذه النية الطيبة، إذا لا يخلو إنسان من خير. هذا الحديث يدل على أنه لا يخلو الإنسان ولو كان في الظاهر فاجر عاصي عربيد، ولكن ما تقدر تجزم بما في قلبه من الخير، بما في قلبه من الرحمة، بما في قلبه من حب الخير للناس. فالله سبحانه وتعالى قلب لها هذاك العمل رضا ومغفرة ودخول الجنة، كما فعل الله عز وجل في رجل أماط الأذى عن طريق المسلمين وكان من أحسن الأعمال. رجل أماط شيئا من شجرة أو غصنا أو جذع شجرة أزاحه عن الطريق، فقبل الله عمله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأدخله الجنة. من وراء هذا نية صالحة طيبة، لأنه يحب الخير للناس ولا يؤذيهم، لأنه لا يحب الأذى للناس ولو في طريقهم، فكيف يؤذيهم على المباشر؟ كيف يؤذيهم هم في أنفسهم وهو لا يحب أن يؤذوا في الطريق؟ في طريقهم لا يحب أن ينتقل إليهم الأذى أو أن يصيبهم الأذى. فالذي يصف الطريق للناس والذي يصلح الطريق للناس والذي طهر الطريق للناس بلا شك أنه لا يؤذي الناس بشيء آخر أكبر، بلسانه أو بيده. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا يدل على أن من وراء هذا العمل نية طيبة، وأن هذا الرجل له سريرة حسنة وله طوية صافية. فإذا الله عز وجل يرفع هذه الأعمال حتى يدخل أصحابها الجنة، وهي لا شيء في نظرنا وفي ميزان الناس اليوم وفي كل زمان، لا شيء. وانظر للرجل الذي كان يزرع الأرض، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه في رياض الصالحين تجدون هذه الحكايات أو القصص تجدونها في رياض الصالحين في باب الإخلاص، إخلاص النيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشوف إنسان
في من كان قبلنا، يصوروا للصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم يسمعون في من كان قبلنا رجل له أرض، الله سبحانه وتعالى يسقيل الأرض، الله تعالى هو الذي يأتيه بالماء ويأتيه بالغمام، يأتيه بالسحابة، السحابة التي تنزل الماء وتسقي الأرض. فبينما رجل يمشي في فلا فسمع صوت رجل في اسم رجل في السحابة اسقي أرض فلان بالاسم. الله يبعث ماذا؟ الخير، يبعث الرزق بالأسماء. هؤلاء الذين أخلصوا في أعمالهم دنيوية، أعمال دنيوية، تجارة، زراعة، فتجدهم ماذا؟ الله تعالى يسوق لهم الأرزاق حيث لا يوجد الماء في فلات وصحراء ولا بئر، لا بئر ولا ماء، الله يبعث بالسحابة ليه خصيصا. فبعث بسحابة إليه، قال فلما وصلت إلى حرة أنزلت ماءها في شرجة من تلك الشراج ساقية من حجارة، فالماء يمشي والرجل يتبع في الماء، أدهشه الأمر. فلما وصل إلى مكان وجد رجلا على أرض يديرها بمسحات، آلة يعني السقي، فأس أو غيره، قال فوجده يعمل فوقف عنده، قال ما اسمك؟ قال لما تريد اسمي؟ قال إن أخبرتني أخبرتك. فقال له اسمه، ذكر له اسمه، ثم قال هذا الاسم سمعته في السحابة التي أسقطت هذا الماء، التي أنزلت هذا المطر، اسمك سمعته في السحابة، اسقي أرض فلان. الله يسوق له الماء حتى لعنده وهو في أرض يعمل فيها، ما كان في صلاة ولا كان في قيام ولا كان في صيام، وإنما كان يعمل في أرضه. هذا عمل دنيوي يتكسب منه الإنسان، إلا أن أكل الحلال من أعظم العبادة، حتى لا يفوتنا هذا، حتى لا تفوتنا هذه الفائدة. كما قال السلف، أكل الحلال عمل الأبطال، جهاد في سبيل الله أن تأكل الحلال وأن تتعب وأن تأكل من عرق جبينك. وإن الله يحب الرجل أن يأكل من عمل يده، وكان داود عليه السلام كما أخبر النبي يأكل من عمل يده، عبادة وطاعة ولكنها دنيوية، عمل دنيوي. كلنا نعمل، كلنا نتاجر، كلنا نزرع، كلنا نعمل عمل وظيفي مؤسساتي وهكذا، هذه الأعمال. ولكن الكرامة، كل الكرامة فيما وراء هذه الأعمال الدنيوية، من إتقان العمل والإخلاص وأداء الأمانة وعدم الخيانة وأكل الحرام. فانظر إلى هذا العمل، جعله الله عز وجل عبادة. قال يا رجل أنت ماذا تفعل حتى يعاملك الله هذه المعاملة؟ هذا بالتعبير متاعنا، يعني ماذا تصنع أنت حتى الله تعالى يبعث لك الماء، يبعث لك المطر ليك أنت خصيصا بالعنوان نتاعك للأرض نتاعك خاصة بيك أنت، ماذا تعمل؟ قال هذه الأرض إذا أعطت خيرها، أعطت غلتها، قسمتها على ثلاث. قال أما القسم الأول فهو لي، والقسم الثاني للفقراء والمساكين، والقسم الثالث يعود حبوبا يزرعها من جديد، تعود إلى الأرض، أعيدها إلى الأرض حبوبا. هو ماذا كان يعمل؟ يأكل ويوكل ويعاود يرجع الحبوب للأرض باش تعاود غلة ثانية وهكذا. هذا هو عمله، هذه ربي سبحانه وتعالى رفع يعني عظيمة. ولا يسقل الماء من أجل واش؟ من أجل الإخلاص، أجل النية طيبة، من أجل أنه يريد الله عز وجل والدار الآخرة. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله يرفع الأعمال. وهنا كذلك لفتة خفيفة، هذه التي تسمى بالكرامات، هذه كرامة من الله، والكرامات تعطى للأولياء الذين يحبون الله ورسوله ويحبون أهل الإيمان. الله تعالى يكرمهم بطرق شتى،
وهذا الرجل كان يعلم ولم يرد أن يخبر، حتى كشفه هذا الرجل لحكمة أن يظهر الله هذه الكرامات لتعلم كيف يعامل الله الذين آمنوا، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بسبب أن لهم إخلاص في عمل دنيوي. وهكذا الرجل يأتي شهوته كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وله فيها أجر. قالوا يا رسول الله حتى هذه فيها أجر؟ يأتي أحدكم أهله في بضع أحدكم حسنة أجر؟ قال أرأيت لو جعلها في حرام أكان له وزر؟ نعم. إذن كذلك إذا أداها في حلال فالله يأجره إذا أداها في حلال، كما له الوزر إن أداها في حرام. وهذه أمور فطرية غريزية عادية يفعلها الإنسان، ولكن من أداها في حلال فله الأجر، ومن أداها في حرام فله الوزر. ولكن في المقابل انظر لقول الله عز وجل في حق المصلين: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. مرات سقي الكلب عندها الأجر، الرجل يزرع أرضه عنده الأجر، الرجل يأتي شهوته له الأجر، ورجل يصلي ويل. ولكن ويل لمن أضاع الصلاة، وإذا صلاها يصليها كما يفعل كثير من الناس في هذا الزمان، كأن أمر عالق به فلا بد من أدائه تخلصا منه. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لا يصلونها في أوقاتها، الذين هم يراءون. وجمع الله عز وجل مع هذا الفعل الشنيع وهو الاستهتار بحق الصلاة وتضييعها أن هؤلاء يراءون ويمنعون الماعون، بمعنى يمنعون الإعانة والمساعدة. وهذا فيها تنبيه آخر، إشارة التفاتة أو لفتة، أن هؤلاء لا يقدمون الماعونة إلا إذا شهدهم الناس، يراءون ويمنعون الماعون. فيه كذلك أنهم حتى إذا أعانوا غيرهم لا يعينون إلا عند شهود الناس، وهذه عبادة محضة، رب سبحانه وتعالى لا يقبلها منهم، لأن فيها طوية خبيثة، فيها نية سيئة، لا يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، كالذين يتصدقون ويتبعون ما أنفقوا منا وأذى. ولهذا قال الله عز وجل: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، يحب أن يراه الناس، ينفق ماله ليراه الناس، رئاء الناس، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا دليل على أنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن من تحقق في قلبه الإيمان بالله واليوم الآخر كل عمل يديره يرجو منه الله والدار الآخرة، ولا يلتفت بعد ذلك، ما يشوف للخير الذي فعله. ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ما يمن ما يآذي، لأنه مد لوجه الله، وضع صدقته إعانته مساعدته لله سبحانه في يد الله عز وجل. وأما صدقتك فقد تقبلت، كما جاء في قصة الرجل الذي تصدق على غني أو تصدق على فاجرة ثم تصدق على سارق، المهم حسب الترتيب في الحديث، فضاق صدره وتضجر من ذلك، والناس يتحدثون لقد أخرج صدقته على غني، وهو خطأ لا يعرف أن هذا غني، فجاءه الخبر من السماء: أما أنت فلا يهمك الأمر. بهذا التعبير تقريبا قال: أما صدقتك فقد تقبلت، وهنا يريد أن الصدقة إذا قدمتها لا تسأل بعد ذلك هذا الذي أخذ المال من يكون، ماذا عنده، هل هو غني أم فقير، ماذا فعل بالمال، هذا الأمر لا يهمك، أنت أخلصت لوجه الله وقدمت المال فلا تسأل بعد ذلك.
ولكن من يفعل هذا؟ يفعله الذي يرائي والذي يريد أن يمن، ويفعله الذي يريد الأذى، يعطيك من هنا ويضربك من الجهة الأخرى. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا في الحقيقة ليس في الذين آمنوا، ليس في الذين يجتهدون في تحقيق الإخلاص، ولو تساورهم بعض الخواطر السيئة، ولو تدور في قلوبهم وتحك بعض يعني الأفكار الشيطانية التي يريد الشيطان لعنه الله أن يصل إلى تضييع الأعمال وتبديدها وجعلها هباء منثورا، فهو يجتهد ويجاهد حتى يحافظ على المكتسبات، يحافظ على الأعمال، فلا يترك لهذه الخواطر مجال في نفسه، فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويدعو الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الله الكريم. نسأل الله تعالى ينفعنا بالذي سمعنا، إنه قريب. الحمد لله رب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إن الإخلاص والصدق في معاملة الله سبحانه وتعالى تجعل أو يجعلان المعدوم موجودا، الشيء المعدوم يصير موجودا. قال فسرنا هذه، كيف حاجة معدومة تكون موجودة عند الله عز وجل بفضل الإخلاص؟ الإخلاص كرامة، إذا ربي وفقك للإخلاص وفقك لسعادة الدنيا والآخرة. كل أمر الحال نتاع الإنسان، كل أمره مبني على هذا الأصل العظيم. ما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب إلا من أجل هذا الأصل، وهو التوحيد. لأن التجرد لله سبحانه وتعالى من كل أمر، هذا هو الإخلاص الحقيقي، فهو التوحيد نفسه. فالرسل جاءوا لتحقيق هذا الأمر، الرسالة مبنية على هذا الأصل العظيم. ولهذا كرامة من الله سبحانه وتعالى إن وفقك لهذا الخير، فالله سبحانه وتعالى يجزي الناس على نياتهم في أحوال كثيرة وفي ظروف عديدة بلا عمل. لسنا نقول أن نية المؤمن خير من عمله، وقد تكون في بعض الأحيان، وهذا حديث ضعيف في الحقيقة، ولكن النية المعنى صحيح. المعنى أن النية لها هامش كبير في أي عمل من الأعمال يريد الإنسان أن يباشره، لها هامش كبير، لها صفحة كبيرة وجزء كبير، نسبة كبيرة في العمل، في أي عمل يريد الإنسان أن يقوم به. ولهذا كانت النية إذا سبقها الإنسان وقدمها بين يدي العمل تجعل الإنسان مقبولا عند الله سبحانه وتعالى حتى ولو لم يعمل، كالذي حالت ظروف معينة من أن يقوم بعمل ما. كثير من الناس يحبوا يديروا الخير وما يقدروش يوصلوا له لظروف كثيرة ولأسباب ولموانع، ويضيق هذا في صدورهم، يحز في نفوسهم أنهم لا يستطيعون أن يعملوا مثل ما عمل فلان وفلان من الناس، سواء في الأعمال البدنية أو الأعمال يعني المالية المادية، لا يستطيع الوصول، ولكن بنية مؤكدة جازمة قوية يريد أن يعمل هذا العمل، فالله يجزيه على نيته. قال عليه الصلاة والسلام: من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. هذه كرامة من الله، هذا فضل من الله. إن الله يعاملنا بفضله لا بعدله. لو كان المعاملة بالعدل لم تفعل حسنة لا تأخذ حسنة، ولكن أنت نويت الحسنة ولم تفعلها لظروف حالت دون فعلها والوصول إليها، الله يجزيك على هذه النية. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما يخرجوا في غزوة، وبعض الصحابة تخلفوا عن الخروج
وما استطاعوا لأنهم لا يجدون ربما مركوب، ما عندهمش وسائل مادية لتمكنهم باش يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ربما لمرض منعهم من الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني يبكون حزنا ألا يجدوا ما ينفقون كما أخبر الله عز وجل، ولا يجدون يعني ما يحملون أنفسهم عليه للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لهم النبي: لكم إخوان بالمدينة منعهم المرض وحبسهم المرض من الخروج، فما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم، يعني كانوا معكم في الأجر، يدوا معكم الأجر رغم أنهم محبوسين في المدينة، يديوا الأجر وهم مريحين في بيوتهم، لأن علاش النفوس نتاعهم والقلوب نتاعهم تحترق، يبكون أسفا أنهم لا يستطيعون الخروج مع إخوانهم لأن موانع منعت دون ذلك، ظروف حالت دون مشاركة إخوانهم في الجهاد في سبيل الله أو الخروج لأي طاعة من الطاعات. وهذا ينطبق علينا وعلى من يأتي بعدنا، فالحكم من الله سبحانه وتعالى عام يسري على كل الأجيال، فنغتنم هذه الخيرات. فالمسلم يستطيع أن يعرف إن كان مخلصا أو لا، كل واحد منا يستطيع أن يعرف إن كان مخلصا في أعماله، إن كان مخلصا مع الرب جل وعلا، إن كان يريد الله والدار الآخرة. وهذا يتجلى لأن الإخلاص أمر قلبي، أمر في القلوب لا يطلع عليه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى، ولكن يظهر في الأعمال، يظهر في الحالة، في الظاهر، الشيء اللي في القلب يظهر على الناس في أحوالهم. ولهذا انظر الذي تجده لا يتضجر من أن يشاركه إخوانه في عمل ما، تكون تدير في عمل تأخير ويحب واحد يشاركك فيه، ما تقولوش لا 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 معليش أنا وحدي برك نديره، قلوا تفضل معي ما تخافش، الله سبحانه وتعالى ما يحرمكش أجرك إذا دخل واحد آخر معك. فلا تكن أنانيا في الخير، لا تكن أنانيا حتى يذكرك الناس أنت وحدك. ولهذا تجد من هذا الأمر، في هذا الأمر طوية فاسدة، كثير من الناس لا يحب أن يشاركه غيره في عمل من الأعمال الخيرية لأنه له مقاصد من وراء ذلك، فتجده يشارك الناس في أو يشرك الناس في عمله. ولكن ما المطلوب أن لا تشرك الناس في الإخلاص، لا تشرك الناس في الإخلاص، لأنه من أشرك بي كما قال جل وعلا في الحديث القدسي في عمله أحدا تركته وشركه، فالله أغنى الشركاء عن الشرك، أغنى الشركاء، ربي ما يحب الشريك، أغنى الشركاء عن الشرك، الله وحده الذي لا يحب الشريك سبحانه. قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد بمعنى الذي تحتاجه الخلائق ولا يحتاج هو لأحد، الله لا يحتاج لأحد، ولكن الناس كلها، الخلق كله، الكون كله يحتاج لله سبحانه وتعالى، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني جل وعلا. ويظهر كذلك في عدم الرغبة في مدح الناس والثناء، قال الإنسان لا يبحث عن مدح الناس والثناء ولو عمل عملا جبارا، ولو عمل عملا جبارا لا يرغب في المدح والثناء، كما تجده في الوقت نفسه لا يجزع إن رماه الناس بشيء. قد يعمل إنسان عملا خيريا ولكن يجد الانتقادات من هنا وهناك، خطر الناس هذه خدمتهم، كثير من الناس وشرائح الناس خدمتهم الانتقاد، هو لا يعمل شيئا ولكن إذا وجد أحدا يعمل لله عز وجل يطعن فيه وينتقد من هنا وهناك. الانتقادات هذه إذا رمي إنسان بشيء يكون جوادا كريما تأخير تأخير، ثم يجي واحد الناس يقول لك هذا بخيل ما عمل شيئا غيره دار ودار ودار وهذا ما دار والو وانتم ما راكم تذكروه بخير، فتجده لما يصله الكلام لا يجزع. والرجل يكون عالما صاحب خير يعلم الناس الخير، صاحب قرآن ويعلم الناس الخير، معلم الناس الخير، وتجد الناس يقول هذا جاهل لا يعرف شيئا، إذا شفته جزع وقطع العمل، قطع العمل الصالح من أجل كلام الناس، فاعلم أن هذا الإخلاص ما هوش بعيد، إخلاص قصير جدا. فحاول أن تداوي نفسك عبد الله، حاول أن تداوي نفسك،
فإذا تداويت من هذه الآفات ووضعت نصب عينيك المقصد الأول وهو الله والدار الآخرة، تجد أن العمل يستمر ولا تريد المدح ولا الرغبة ولا تجزع من الإهانات، وإذا رميت بشيء ليس فيك. نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الأمر كله يلخص لنا هذا المقصد الطيب العظيم والأصل الأصيل المكين في ديننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نراجع أنفسنا يوم من بعد يوم أو بين فينة وأخرى وحين وآخر، نراجع إخلاصنا حتى لا نفقد بركة أعمالنا ولا نفقد القبول الأساسي الذي نريده من الله جل وعلا، السعادة في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى التوفيق وأن يأخذ بنواصينا إلى الحق وأن يثبت أقدامنا على صراط الله المستقيم. عندنا دعوة لواحد خونا دار يعني حادث، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه، وكثيرا ما تتردد عليه وتتكرر عليه هذه الابتلاءات. حادث نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يرده إلينا يعني معافا مشافا. وكذلك نسأل إخواننا اللي ضاعت لهم السيارات في الحي هذه الأيام، وكثير من الناس لهم يعني مشاكل في هذا الجانب بتاع السرقات وغيرها، وربما سمعت بهذا الأمور التي كثرت علينا والابتلاءات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلفهم في مصيبتهم خيرا منها، وأن يأجرهم على صبرهم، وأن يعوض لهم خيرا. وهذا أمر يتكرر في الحقيقة على جيراننا وكثير من الناس يعني في الحومات هذه اللي أمامنا. نسأل الله سبحانه وتعالى يفضح هذا المجرمين هذو الذين يكسرون القلوب يعني في الحقيقة، ويدخلون الحزن، يدخلون الحزن والضيق على نفوس المسلمين وعلى البيوت الآمنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشفهم وأن يفضحهم وأن يسلم مجتمعاتنا يعني من هذا الشر. ونسأل الله سبحانه وتعالى كذلك أن ينبهنا على قيام بمبدأ مهم وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشهادة الحق. كثير من الناس يرون هذا الفساد ولا يتكلمون ولا يقولون ولا يفعلون، وإحنا في مجتمع إسلامي يعني الناس تريد يعني أن تكون على الخير وعلى الصلاح وكذا، وهذا ينبغي أن تكون خطوة منا ومبادرة منا إن شاء الله في هذا الباب، أننا نحرص على بعضنا البعض ونحمي بعضنا البعض ونشهد الحق في كثير من الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن علاقاتنا وأن يجمع بيننا في الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.